Hello everybody, welcome to the channel Tutti Frutti. Today we unboxing a new phone. Don't forget to subscribe the channel and put like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيناكم بالهاتف الجديد في الانفينيكس اللي هو انفينيكس سمارت 7، وباش نعلمكم كيفية وضع البصمة على هذا الهاتف. كما تشاهدون البصمة تأتي على خلف أو على ظهر الهاتف، كما تشاهدوا هذا هو مكان البصمة. أول حاجة ندخل على الإعدادات بارامتر، ثم نبحث عن كلمة security. هلا كما تشاهدوا عنا امبرانت ولا ديفوياج باغ لو فيزاج، نحطوا احنا توا حشنا بالامبرانت. ولا يطلب مني ادخال رقم سري او شيما، نحطوا اوكي. هنا نختار الموديل اللي نحبوا ندخلوه على الهاتف، نحطوا شيما ولا مرباس، كل واحد شنو اللي يحب. نحط على سبيل المثال شيما، نحط زيد باش ما ننساهاش، نقول له سويفون. يطلب مني بتاكيد البص الشيما اللي دخلتها اول مره، نعاود ندخلها هي بيدها، نقول له اوكي. هنا عندي اضافه بصمه الاصبع كما تشاهدوا، يطلب مني بادخال او وضع الاصبع في مكان البصمه، نقول له اوكي. الساعه بعد كما تشاهدوا هذه هي البصمه فارغه، نحط صبعي كما تشاهدوا قاعدة تتعبى باللون الأخضر. نحاول باش نحط صبعي في جميع الأماكن، على اليمين على اليسار الفوق اللوطة، نحي صبعي ونرجع باش البصمة تتعدى كما تشاهدوا. تمت العملية بنجاح، ما ياخوش برشا وقت. ولا نخرج على روحي، نسكر الهاتف نتاعي تو باش نجرب البصمة، سرعة البصمة كما تشاهدوا. في جزء من الثانية الهاتف تحل، بصمة سريعة جدا ما تاخذش برشا وقت كما تشاهدوا، بصمة ممتازة بالنسبة للانفينيكس سمارت 7. هنا نجربوها عديد المرات، بصمة سريعة، الهاتف يتحل حتى كي يبدا نحط صبعي هكا الرياج موجود، الهاتف يتحل. ولا عند إضافة بصمة ثانية نفس العملية، ادخال البارامتر سيكوريتي، بصمة الإصبع، نحطوا الشيما اللي دخلناه أول مرة. هنا عنا بصمة رقم واحد باللون الأخضر، إضافة بصمة ثانية، نفس العملية سويفون. توا نغير إصبع اللي دخلته أول مرة، نحط توا أي إصبع تحبوه، مثلا نحط الإصبع هذا، نفس العملية، نقوم بتكرار نفس العملية، نحط صبعي على اليمين على اليسار فوق اللوطة. لا لين العملية تمت بنجاح. ولا سكر الهاتف متاعي، عندي بصمة رقم واحد الهاتف تحل، نجربوا البصمة الثانية، ولا الهاتف تحل. ولا طريقة سهلة ممتازة البصمة بالنسبة للهاتف هذه انفينيكس سمارت 7. إذا ما عجبتكمش نفس العملية، ندخلوا على البارامتر الإعدادات سيكوريتي، عندي بصمة الإصبع، نحط الشيما متاعي، عندي بصمة رقم واحد نقوم بفسخها باش نخلي البصمة رقم اثنين. تحب نفسخوها نفسخوهم زوز كيف كيف سوبريمي، تحب تحط داخل بصمة أخرى تغيير البصمة مع واحدة أخرى، ولا تحبوا تفسخوا البصمة ماش عندنا حد شيء، يقعد كان النمط الشيما. تحبوا تفسخوه زادا كيف كيف سيكوريتي، نمشيو في فيغياج مشاريع فيغياج ديكران، نحطوا النمط نتاعنا الشيما، نحطوا اوكين لا شيء، فسخ، نخرجوا على رواحنا كما تشاهدوا، ما عادش عنا حتى شيء. ولا ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم، شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.